أخبار المهرية باختصار: مقتل شخص في مواجهات قبلية يغذيها الحوثيون بمديرية اليتمى شمالي محافظة الجوف. الاشتباكات اندلعت بين قبيلتي آل مهدي وآل ساهية إثر خلافات على أرض متنازع عليها. محافظ البنك المركزي في أنباء بشأن تحويل 186 مليار ريال إلى فرع البنك بمحافظة مأرب. المحافظ وصف تلك الأنباء بالكاذبة وقال إن الخزينة العامة فقدت 700 مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة. اليونسكو تحذر من فقدان مدينة صنعاء القديمة لقيمتها على مواقع التراث العالمي. المنظمة الأممية قالت إن المواقع الأثرية تتعرض لعمليات هدم بالإضافة إلى استحداث إنشاءات دينية جديدة. كيليان مبابي يقول إنه لن يقوم بتفعيل بند العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان. النادي أشار إلى أنه لا ينوي ترك مهاجمه يرحل بصفقة حرة في نهاية عقده عام 2024. باحثون يحذرون من ممارسة الرياضة في الخارج حين تكون مستويات التلوث عالية في الهواء. الباحثون أوصوا بتجنب ممارسة الرياضة في الليل حيث يكون تركيز الجسيمات الملوث عالياً خصوصاً للمصابين بالربو. إلى اللقاء باختصارنا.